ومهمة الحقيقة، لأن إحنا عندنا يعني حاجة إنسانية، والحاجة الإنسانية دي هتبقى ما بين محافظ الإسكندرية ومحافظ المنيا. وخلوني أقرأ هذه الرسالة بشكل واضح جدا من السيدة نرمين أحمد عامر. السيدة نرمين أحمد عامر، أرجو إنه المسؤولين في محافظة المنيا ومحافظة إسكندرية يسمعوا هذه الرسالة. الست نرمين أحمد عامر بتقول: أنا عندي مشكلة بتدمر حياتي لدرجة إن وصلت الأمور للطلاق بيني وبين جوزي أكتر من مرة، لأنه مقيم في إسكندرية وأنا من المنيا. من 4 سنين اتجوزنا وحاولت أتنقل لمكان جوزي بس ما تمش النقل. أنا بشتغل أخصائية معمل بشركة مطاحن مصر الوسطى في المنيا. أخصائية معمل في شركة مطاحن مصر الوسطى في المنيا، وعاوز اتنقل لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، لكن المهندس عادل عصفور رئيس مجلس الإدارة رفض من غير سبب مقنع. اتحايلت عليه عشان يلم شملي مع جوزي، مرضيش، مع العلم إن عندي بنتين يعتبروا مش عارفين أبوهم لأنه على طول في إسكندرية. ورحت الشركة القابضة قالوا لي إن أنتِ ما خدتيش رأينا لما جيتي تتجوزي. عدوها يعني، حاجات الست راحت تتجوز راحت تاخد رأي الشركة، بس ماشي عدوها يعني. قالوا لي أنتِ ما خدتيش رأينا لما جيتي تتجوزي، وخيروني بين الاستقالة أو الطلاق. وأنا ظروف جوزي المادية ضعيفة جدا وما أقدرش آخد أجازة بدون مرتب، أنا مش عارف أعمل إيه. بيتي بيتخرب بسبب تعنت وعدم مراعاة حقي في لم شمل أسرتي. أنا عارفة أني طولت عليكم. لا يا فندم، أنت ما طولتيش علينا ولا حاجة. دي مشكلة بتتكرر جدا يا جماعة، وأنا قلت قبل كده في روح للقانون وروح للوائح. بشر، الست عايزة تتلم مع جوزها في بيت واحد وبناتها يبقوا قاعدين مع أبوهم. شركة هتتنقل من الشركة لنفس الشركة بس في اسكندرية، من المنيا واسكندرية. هنا كان في نفس المشكلة السيدة نورة ما بين الغربية والشرقية، والاتنين المحافظين وانا بشكرهم تاني اتكلموا وخلصوا المسألة. فانا بتعشم المسؤولين، اي مسؤول يسمع هذه المشكلة، وانا بوعدك ست نرمين ان شاء الله ان احنا هنتواصل مع المسؤولين ونتابع مع حضرتك، وان شاء الله المسألة تتحل. وبعدين برضو يا ست نرمين، ما انت غلطانه، كنت روحي استاذني الشركه وقولي لهم هتجوز مين وكده. شفتي ما استاذنتيش الشركه.